الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا وجعل لمن أداها على ما أمر ثواب 50 صلاة فضلا منه وكرما وجعلهن كفارات لما بينهن رحمة منه ولطفا وأفاض فيها على قلوب أوليائه لذة وسكنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته فقد قال ربنا في محكم كتابه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى إخوة الإيمان سنتناول في خطبتنا اليوم الحديث عن الصلاة التي جعلها الله عز وجل أحد أعظم أركان الإسلام الخمس حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وعد منها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم إقامة الصلاة فجاءت الصلاة في المرتبة الثانية بعد الشهادتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا رأس الأمر الإسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة فهي من أظهر معالمه وأعظم شعائره وهي بعد الشهادة وهي بعد الشهادتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ولهذا عني الإسلام عناية بالغة بالصلاة
فجاء في كتاب الله تعالى الأمر بإقامتها والمحافظة عليها، حيث قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. من أقامها وأداها على ما يوافق شرع الله فقد فاز ونجا، ومن ضيعها فقد خاب وخسر، وكان لمن لما سواها أضيع. فعلينا إخوة الإيمان أن نحافظ عليها في حال الصحة والمرض والضيق والسعة وحال الأمن والخوف. فالصلاة سر النجاح وأصل الفلاح وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله هي الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. والمحافظة عليها عنوان الصدق والإيمان، والتهاون بها علامة الخزي والخسران. خمس صلوات من حافظ عليهن فأحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، كان له عند الله عهد أن يغفر الله له، وكانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ولم يكن له يوم القيامة نور ولا برهان، وحشره الله مع أهل الخيبة والخسران. عباد الله، إن فريضة الصلاة من أهم فرائض الدين التي أكد الله أمرها في جميع الشرائع، وإن من أبرز أسرارها بها العبادة الجليلة ومعانيها السامية. إنها بأفعالها وقراءتها ودعائها خشوع وخضوع، وخضوع لله رب العالمين، وتحقيق القرب العبد من ربه القرب المعنوي. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الخلق مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: واسجد واقترب. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهي إيقاظ متكرر للإنسان من غفلته عن طاعة الله، وهي في الوقت نفسه تطهير للقلب وتزكية للنفس وتنقية للروح وتنظيف الجوارح من الآثام. وحسبنا دليلا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهر ببال أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من بدنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من بدنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أي الذنوب الصغيرة. حديث متفق عليه. والكفار حين يسألون يوم القيامة يقال لهم: ما سلككم في سفر؟ قالوا: لم نبق من المصلين. وتوعد من يؤخرها عن وقتها بغير عذر، فقال عز من قائل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالإعراض عن الصلاة وإهمالها إعراض عن طاعة الله. ولا يحسن الإنسان ويشقى في دنياه ويقيم ويهلك في أخراه إلا بالإعراض عن طاعة مولاه سبحانه وتعالى. فإذا ترك أداء الصلوات الواجبة كسلا ذنب كبير يستحق مقتربه العقاب الشديد عليه، وقد يوصله إلى الكفر، لأن تركها يؤثر في القلب فيضعف أمام الشياطين والميول الخبيثة، ومن ضعف قد يصل به ضعفه إلى الكفر والعياذ بالله. وأما من ثاب عليها وأداها كما ينبغي فيؤثر فيه ذلك تحسنا في حاله وبعدا عن الذنوب. فقد قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وحافظوا إخوة الإيمان على أداء المكتوبات جماعة، فإن في أدائها جماعة أجر وثواب أكبر. فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وصلاة المرء العشاء والصبح في جماعة أكبر ثوابا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في صحيح مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فبادروا عباد الله إلى أدائها في أوقاتها جماعة مخلصين لله تعالى، وحققوا كامل خشوعها، لأنكم تستمدون بها قوة وعزيمة من الله تبارك وتعالى في الثبات أمام المحن مهما اشتدت، وفي معترك أزمات العيش مهما استعصفت، وتطردون بها عن قلوبكم الأمراض، وتستجلبون راحة لضمائركم والطمأنينة لأفئدتكم والاستقامة لجوارحكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر فليس في بنيه ثمرة، ومن ترك صلاة المغرب فليس في جسمه قوة، ومن ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة. وهذا ما فسره قوله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال، أي أرحنا بالصلاة. اللهم اجعلنا من المصلين، وثبتنا على هدى خير المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. استغفر الله سبحانه وتعالى. Je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah et de beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous incite à lui obéir et à le remercier. Notre Seigneur Tabaraka wa ta'ala dit dans un verset exempt d'erreur de son livre, ce qui signifie: ordonne à ta famille d'accomplir la prière et persévère à l'accomplir. Nous ne te demandons pas de subsistance, c'est nous qui t'accordons la subsistance. Ce qui compte en définitive, c'est la prière, c'est la piété. Mes frères de foi, nous allons aborder notre discours aujourd'hui en parlant de la prière. Allah Azza wa Jal a fait que la prière soit l'un des cinq sujets les plus éminents de l'islam, puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: l'islam est fondé sur cinq principaux devoirs. Et il a cité parmi ces devoirs le témoignage qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, puis l'accomplissement de la prière. La prière vient donc en second lieu après les deux témoignages. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également dit ce qui signifie: le principal sujet c'est l'islam et son pilier c'est la prière. Elle fait partie des signes les plus manifestes, des rites les plus éminents et des bienfaits les plus profitables de l'islam. Elle est après les deux témoignages la plus confirmée des obligations, la plus éminente des choses qui seront exposées, le plus illustre des actes d'obéissance et l'œuvre grâce à laquelle on espère gagner le plus dans le delà. Elle est soumission et crainte, elle manifeste la nécessité et le besoin à l'égard d'Allah Ta'ala. Elle comporte des invocations et des éloges, elle comporte les remerciements et les louanges, et c'est un acte de soumission envers Allah Azza wa Jal. Il s'agit de cinq prières. Celui qui les accomplit en ayant fait son propos de façon complète, ses ablutions de façon complète, qui les accomplit dans leur temps, qui effectue leur inclination, leur prosternation et leur rochour de façon complète, c'est-à-dire concentration de façon complète, a selon le jugement d'Allah Ta'ala une promesse qui lui sera pardonnée, et ses prières seront pour lui une lumière et une preuve en sa faveur, une sauvegarde au jour du jugement. Quant à celui qui ne les accomplit pas, il n'aura, selon le jugement d'Allah Ta'ala, aucune promesse d'entrer directement au paradis. Il n'aura pas au jour du jugement de lumière ni de preuve d'Allah et Allah le rassemblera avec les perdants, les gens de l'échec et de la perdition.
Étant donné l'importance de la prière et des conséquences importantes pour les croyants dans leur vie d'aujourd'hui et leur au-delà, Allah Ta'ala a menacé celui qui la rejette d'un châtiment douloureux. Puisqu'Allah Ta'ala a dit à propos de la réponse des non-musulmans quand ils seront interrogés, et ce qui signifie « Qu'est-ce qui vous a amené en enfer ?» Ils répondront « Nous n'étions pas au nombre de ceux qui faisaient la prière. » Et Allah Ta'ala menace celui qui la retarde après son temps sans excuse. Il dit ce qui signifie « Malheur à ceux qui font leur prière en la retardant par rapport à son temps sans excuse. » Se détourner de la prière et la négliger revient à se détourner de l'obéissance à Allah Ta'ala. Or, l'être humain ne cause sa perte et son malheur dans le bas-monde et n'échoue et ne va à sa perte dans l'au-delà que par le fait de se détourner de l'obéissance envers son Seigneur Subhanahu. C'est un grand péché de délaisser l'accomplissement des prières obligatoires par paresse. Celui qui le commet mérite un châtiment douloureux. Il se peut que ses péchés le fassent parvenir jusqu'à la mécréance et qu'Allah nous en préserve. Car celui qui délaisse la prière, cela a un effet sur son cœur et sa foi. Il devient faible face aux shayatin et aux mauvais penchants, et sa faiblesse peut le conduire jusqu'à la mécréance, que Dieu nous en préserve. Quant à celui qui persévère à l'accomplir, qui l'accomplit comme il convient, cela a un effet sur lui, son état s'améliore et il s'éloigne des mauvaises choses. Allah Ta'ala dit ce qui signifie « Accomplis la prière, certes la prière t'amènera à délaisser les turpitudes et les choses blâmables. » Persévérer, chers frères de foi, à accomplir les prières obligatoires en assemblée, car il y a dans le fait de les accomplir en assemblée un secret et une plus grande récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie « La prière en assemblée a 27 fois plus de récompense que la prière individuelle. » Et le fait que quelqu'un accomplisse la prière de Isha et de Subh en assemblée donne plus de récompenses en raison de ce qui est parvenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih de Muslim et qui signifie « Celui qui prie le Isha en assemblée, c'est comme s'il avait veillé la moitié de la nuit en prière. Et celui qui fait le soukh en assemblée, c'est comme s'il avait veillé toute la nuit en prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous, nous t'offre de pouvoir comprendre ces quelques paroles et de les mettre en pratique. Et bien sûr, et bien évidemment, on n'oubliera pas bien évidemment aussi de rappeler les habits qu'il faut adopter lorsqu'on vient prier. Inch'Allah ta'ala, il faut faire l'effort de quand même avoir des habits qui couvrent les parties qui doivent être couvertes. Alors on rappellera que pour un homme, les parties qui doivent être ouvertes, c'est du plus nombril jusqu'au bas du genou, jusqu'en dessous du genou. Donc bien évidemment, il faut qu'on fasse l'effort aussi lorsqu'on vient prier, de couvrir ces parties-là, bien évidemment avec un haut, un t-shirt, parce que bien évidemment, c'est le respect de la masjid, inshallah ta'ala. Bien évidemment, lorsqu'on fera attention aussi à ne pas mettre des t-shirts trop courts, de sorte à ce que lorsqu'on part dans le ruku ou bien dans le sijda, que le t-shirt laisse dévoiler le bas du dos. Ça aussi, il faudra faire attention à ce que cela ne se produise pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à tous la compréhension de ces quelques paroles. الحمد لله رب العالمين. إخوة الإسلام، اعلموا أن أحد شروط صحة الصلاة هي ستر العورة وحسن الوضوء. فستر العورة للرجل يجب أن تكون من فوق السرة إلى تحت الركبتين. هناك بعض الأخوة المصلين ربما لا يعلم بهذا، فستر العورة واجب. لابد أن يكون اللباس مستورا أو يستر العورة، والعورة عورة الرجل من تحت الركبة، يعني اللباس لازم يكون، إذا كان هو يلبس شورت فيجب أن يكون طويل. أيضا من الجهة العليا من الجسم يجب أن يكون مستورا، يعني لا يلبس سير مثلا معين ويكون كتفيه ووطيه بارزتين. فهذا للعلم. أيضا حسن الوضوء، هناك بعض الناس يتوضؤون ويضع رجله تحت الماء ويخرجه وهكذا، هذا لا يجوز. يجب الوضوء، يجب أن يتعلم كيفية الوضوء بشكل جيد، وغسل اليدين مع الدلك دائما، اليدين والوجه ورجلين، لا يضع يديه تحت الماء أو رجليه تحت الماء ويقول هذا وضوء.
هذا العلم بارك الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الوعد الأمين وعلى إخوان النبيين والمرسلين ورضي الله عن أمهات المسلمين وعلى آل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لدعائنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح حال المسلمين وألف بين قلوبهم وألهمهم الخير. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واختم لنا بالخير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وأمن رواتنا واكفنا ما أهمنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يثبتكم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقم الصلاة. الله أكبر. حاذوا بين المناكب والأقدام، سدوا الفرج، استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بدننا. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إنا علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه فراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى.
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فلا يكذب الذي يجمع اليتيم ولا يحض على نصر ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.